السلام عليكم، ازيكم؟ برحب بيكم في فيديو جديد بعنوان هل ممكن اغير دكتور التقويم؟ وهشرح لكم النهارده الاجابه على سؤال وتفاصيل كتير منها، ايه المواقف اللي ممكن فيها احتاج اغير الدكتور بتاعي؟ وازاي احنا بنتعامل مع المواقف دي؟ وهل ده متكرر في عيادات الاسنان ولا لا؟ وليه بعض الدكاتره بتخاف من التعامل مع مثل هذه الحالات؟ وهقول لكم كمان البروتوكول والاجراءات المتبعه عندنا هنا في المركز عشان نتعامل مع هذه الحالات ومع كل الحالات بشكل عام. وهوري لكم كمان حاله كانت شرفتنا بدات العلاج في مكان اخر ثم اكتملت معانا، وهوريها لكم صوره. تابعونا لحد اخر الفيديو، لكن ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وشير وتفعلوا الاشتراك في القناه وزر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا دكتور اسلام نبيل وبرحب بيكم مره ثانيه، وهنبدا بالجزء الاول من الفيديو وهو هل ممكن اغير الدكتور بتاعي؟ ايوه يا فندم، من حقك طبعا، حقك كحاله ان انت تختار الدكتور بتاعك سواء في بدايه العلاج او في منتصف العلاج او في اخر العلاج. حضرتك ليك مطلق الحريه انك تختار الدكتور بتاعك وتختار كمان الطريقه اللي تتعالج بيها وتختار كمان نوع الجهاز، شرط يكون مناسب لحضرتك بعد المناقشه والتشخيص مع الدكتور. يبقى دي اول نقطه. طيب نروح للنقطه الثانيه، وهي ايه المواقف اللي انا ممكن فيها احتاج اغير الدكتور بتاعي؟ اولا مثلا ان الدكتور يسافر، ممكن الدكتور يغير المكان بتاعه، او ان الدكتور لا قدر الله يجرى له حاجه وتضطر ان انت عشان تستكمل العلاج بتاعك تروح لدكتور اخر. النقطه الثالثه ان حضرتك تسافر، حضرتك تغير الوجهه واللوكيشن بتاعك، وبالتالي تحتاج انك تلاقي دكتور يكون قريب من المكان ده. النقطه اللي بعدها ودي اللي بيخاف منها الدكاتره، ان يكون حصل مشكله او سوء فهم او سوء تفاهم ومشكله في التعليمات ما بين حضرتك وما بين الدكتور اللي كنت بتتعالج معاه قبل كده. النقطه الخامسه وهي نقطه مهمه جدا، هي الكونسلتيشن، ان حضرتك تكون محتاج تاخد راي خبير، محتاج تاخد راي دكتور اخر علشان تشوف الحاله بتاعتك ماشيه بشكل صحيح ولا لا، هل الامور عندك ماشيه على خير ما يرام ولا لا، ان انت كمان ليك مطلق الحريه ان انت تكونسلت دكتور اخر علشان يطمئن قلبك ان امورك ماشيه بشكل تمام سواء في خطه العلاج او في الخطوات او في الامور بتاعتك. حضرتك ليك مطلق الحريه. وايه رايكم نفند المواقف دي مع بعض؟ وهقول لكم كمان ايه المواقف اللي حصلت معانا. الموقف الاول ان الدكتور نفسه يكون سافر، وده بيتكرر خاصه لو الحاله بتتابع مع دكتور في مركز مش في العياده بتاعته. لو انت بتتابع مع دكتور في مركز والدكتور ده مثلا سافر وانت حصل عندك مشكله او الزياره بتاعتك جه ميعادها ومحتاج ان انت تروح لدكتور اخر، وده ممكن وبيتكرر وده بيحصل. حتى قبل كده كان في بعض الحالات اللي كانت شرفتنا وكانت نقلت من امريكا وجت لنا هنا في مصر وكانت الحاله محتاجه ان هي تكمل التقويم، والدكتور بتاعها كان حول لنا الملف بتاعها بالكامل وكملت الاجراءات بتاعتها عادي جدا. النقطه الثانيه ان احنا لا نتمناها طبعا ان الدكتور يكون لا قدر الله جرى له حاجه وان حضرتك تحتاج ان انت تروح لدكتور اخر. النقطه الثالثه ان حضرتك تكون سافرت او ان انت تسافر من بلد لبلد سواء للعمل او للدراسه او غيرها، وده بيحصل برده معانا. واحنا هقول لكم كمان احنا بنعمل ايه مع الحالات دي، ان الحاله بتروح للمكان الثاني ومع الدكتور المتخصص الثاني بس بتاخد معاها الملف كاملا. احنا كمركز احنا لما الحاله بتشرفنا بناخد الصور كامله والاشعه وبندرس ده بشكل مستفيض، كمان بنعرف الحاله على خطه العلاج بتاعتها والخطوات ونوع الجهاز وتفاصيل كتير جدا. الحاله بتكون على درايه كامله بيها ومعاها نسخه كامله من الملف بتاعها علشان لو هتتنقل لمكان اخر او هتسافر او ان هي هتروح ل دكتور تاني يبقى من حق الحاله ان هي يكون معاها الملف الكامل من البدايه، سواء كمان المتابعات الصور والتسجيل بتاع الحالات اللي احنا بنعمله اثناء الشغل بتاعنا. الحاله بتاخد نسخه منه علشان تبقى مطمئنه ان امورها ماشيه على خير ما يرام، وكمان عشان لو سافرت او راحت لدكتور اخر. النقطه اللي بعدها يكون حصل سوء تفاهم، ودي النقطه اللي بيخاف منها كتير من الدكاتره، ان يكون حصل مشكله ما بين الدكتور وما بين الحاله سواء في التعامل والاتيتيود وطريقه رد الفعل او في التعليمات، الحاله مش بتلتزم بالزيارات بتاعتها وبتتاخر او بتعمل مشاكل. النقطه اللي بعدها تكون الحاله بتاكل براحتها وبتكسر البريسز والحاله والبريسز بتفك من مكانها، وبالتالي ده ممكن يخلينا نتكلف تكلفه اكتر ونتاخر كمان في العلاج، او كمان ان الحاله تكون مش بتهتم بنظافه الفم والاسنان، الاورال هيجين عندها مش ماشي على خير ما يرام. وانا شخصيا وقفت علاج لاكثر من حاله بسبب النقطه دي، فموضوع التعليمات ده بيكون شيء مهم جدا علشان نقدر نجو اون ونمشي في خطواتنا لقدام ونخلص التقويم على افضل حال، فدي بتبقى نقطه مهمه. وهنا بيخاف بعض الدكاتره ان الحاله يكون حصل ما بينها سوء فهم وما بينها وما بين الدكتور، خاصه لو كان الدكتور متخصص. لو الدكتور متخصص والحاله عملت معاه مشكله، ده معناها ان الحاله ما التزمتش بالتعليمات بتاعته، فاحنا صعب جدا ان احنا نشك في الدكتور قد ما احنا بنشك في التعليمات ان الحاله ما تكونش التزمت بيها. النقطه اللي بعدها الكونسلتيشن، وده من حقك ان انت كحاله ان انت تروح لدكتور تاني متخصص، تروح له بالملف بتاعك كاملا من الصور والاشعه علشان تاخد راي خبير وتشوف هل امورك ماشيه على خير حال سواء بالنسبه لخطه العلاج او الخطوات او نوع التقويم او حتى الجهاز راكب وماشي بشكل صحيح ولا لا.
فحضرتك ليك مطلق الحريه تماما. وانا شرحت لكم كمان ليه الدكاتره بتخاف، لان الدكاتره لما بتتعامل مع الحاله دي ممكن ان هو مش هيقدر ان هو يتواصل مع الدكتور، ولو ان انا دايما بفضل النقطه دي، لو تقدر ان انت كدكتور تتواصل مع الدكتور اللي كانت الحاله بتتعالج معاه يكون شيء رائع. لكن لو ده ما قدرناش ان هو يتم، هقول لكم كمان الاجراءات والبروتوكول اللي احنا بنمشي عليه كمان شويه. بس الدكتور من حقه ان هو يخاف، لان الحاله ممكن تكون هي اللي اثرت في العلاج، مش الدكتور هو اللي اثر. فاحنا بنمشي على اجراءات ان احنا نتبعها من البدايه للنهايه، هقولها لكم كمان شويه. دلوقتي هشرح لكم ايه اللي احنا بنعمله بقى ستيب باي ستيب لما الحاله بتشرفنا كانت بدأ علاج في مكان تاني. لو الحاله كانت بادئه وكمان كانت ركبت الجهاز بشكل غير صحيح وكان في مشاكل، اول حاجه احنا بنعملها دوكيومنتيشن. احنا بنسجل لحظه الصفر ان الحاله شرفتنا عليه، فاحنا بنسجل النقطه دي علشان نبقى عارفين ايه الوضع اللي الحاله شرفتنا عليه في قبل العلاج البري تريتمنت بالجهاز اللي راكب، بوضع الهايجين، بطبيعه الفم وصور الوجه والابتسامه. بنسجل كل التفاصيل دي قبل ما نعمل اي حاجه. النقطة اللي بعدها، قبل ما احنا نروح للنقطة بتاعت ان احنا نفك الجهاز القديم، لان دي نقطة بتكون ضرورية، ان احنا مش هنقدر نتعامل على الجهاز القديم في 90 او اكتر من 90% من الحالات، ان احنا بنحتاج ان احنا نغير جهاز التقويم اللي كان راكب، لو كان راكب بطريقة غير صحيحة. لكن لو كانت الحالة كانت مركبة عند دكتور بروفيشنال والامور ماشية على خير حال، والحالة عارفة اسم الجهاز وعارفة طبيعة الشغل ماشية ازاي وخطة العلاج ومعاها ملف كامل وبتنتقل من مكان لاخر، فالامور بتبقى على احسن ما يكون، وده بيكون للأسف قليل جدا. لكن في اغلب الحالات الجهاز بيكون راكب بشكل غير صحيح وبيكون فيه مشاكل، والدكتور بيكون في حاجة ان هو يركب جهاز جديد، هو عارف قدرات الجهاز بتاعته عامله ازاي والتفاصيل اللي هو هيمشي عليها من الاول للاخر عامله ازاي. فاحنا في 90 او اكتر من 90% من الحالات بنحتاج ان احنا نغير الجهاز القديم ونستبدله بجهاز جديد احنا عارفين مواصفاته. طيب يبقى انا شرحت لكم احنا بنعمل ايه، وقبل ما نروح للنقطه دي ان احنا نشيل الجهاز القديم، لازم الحاله هنا بتمضي على كونسنت، لازم الحاله بتمضي على اقرار ان احنا بنشتغل على مسؤوليه الحاله. لازم ان احنا قبل ما نشيل الجهاز القديم الحاله بتمضي ان ده على مسؤوليتها، وان هي بدأ العلاج في مكان آخر، وإن هي وصلت للنتيجة السيئة اللي هي شرفتنا بيها دي في مكان آخر. والإقرار ده علشان المسؤولية على المكان وعلى الحالة كمان، يبقى كل طرف من الطرفين عارف مسؤوليته إيه وعارف طبيعة الشغل عاملة إزاي. ولازم الحالة تكون مطمئنة تماما طالما هي اختارت الدكتور بشكل صحيح، واختارت الدكتور المتخصص وشاف الشغل وتابعته وعرفت الأمور عنده ماشية إزاي، يبقى هنا مفيش أي داعي للقلق. من فضلك امضي على الكونسنت وعلى الإقرار علشان الأمور بتاعتك تمشي بشكل ممتاز. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي وانس ان احنا بنشيل الجهاز القديم، ونبدا بعد ننظف الاسنان ونعمل تنظيف للجير وتلميع الاسنان لو في اي مشاكل في الاسنان في صحتها بشكل عام، او حتى في بعض التسوسات والمشاكل او كسر في الاسنان بيفضل ان احنا نعالجها قبل ما نبدا في التقويم. ثم نبدا نختار الجهاز بتاعنا بالمناقشه مع الحاله ونشوف في انسب جهاز يكون مناسب للحاله، سواء من الناحيه الجماليه سواء من الناحيه الوظيفيه لقدرات الجهاز نفسه، لان احنا عندنا انواع كتير من اجهزه التقويم، ممكن نختار النوع المناسب للحاله بالتنسيق مع بعض علشان نختار الانسب للحاله. مش بس ان هو يكون عاجبك من حيث الشكل الجمالي، لا، مهم كمان قدرات الحاله تكون متناسبه مع الجهاز اللي احنا هنختاره علشان يقوم بالوظيفه اللي احنا عايزينها. يبقى ده بالنسبة للتصرف بتاعنا احنا كمركز مع الحالات اللي بتشرفنا بالشكل ده. وبإذن الله في أغلب الأحيان الأمور بتمشي على أحسن ما يرام، وإن الحالات لأن احنا بنحط قواعد بنمشي عليها من البداية للنهاية، والقواعد دي بفضل الله احنا بنمشيها، وفي 90 أو أكتر من 90% من الحالات الحمد لله بتلتزم عندنا. وحضراتكم متابعين معانا الحالات سواء اللي بننزلها هنا في صفحتنا على اليوتيوب او حتى صفحتنا على انستجرام او على الفيسبوك، تقدروا تنزلوا في صندوق الوصف هتلاقوا صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، بننزل فيها حالات كتير كمان. هننتظر ارائكم ويسعدنا دايما تعليقاتكم. ده بالنسبه لتفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها. دلوقتي كمان هعرض لكم الحاله اللي انا وعدتكم بيها، وهقول لكم ازاي الامور مشت صوره بصوره، سواء من الصوره في البدايه من الامام او صور الجانب للاسنان او صور الفك العلوي منفصل او الفك السفلي منفصل، وكمان الابتسامه والتغيرات اللي حصلت فيها. بس هنتظر ارائكم في التعليقات. وكمان ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وشير مع اصحابكم، وما تنسوش تفعلوا الاشتراك في القناه لان انا منتظر القناه تكبر بيكم.
انا دكتور اسلام نبيل، وكنت سعيد جدا بالتواصل معاكم النهارده. ولو ليكم اي اسئله تانيه او موضوعات تحبوا نتكلم فيها من فضلكم سيبوها لنا في الكومنتات، وان شاء الله نطلع نجاوبها مع بعض. وراعونا شويه وما تزعلوش لو احنا اتاخرنا في الرد بسبب ضيق الوقت. كان معاكم دكتور اسلام نبيل، سلام عليكم.